بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. الله تعالى رب العالمين سبحانه هو أمان الخائفين وحصن المضطرين، هو سبحانه وتعالى ملاذ اللاجئين، هو سبحانه وتعالى مقصد الطالبين. وهذه الأمور المسلمات مما تطمئن بها قلوب العباد من الصالحين والمتقين، لأنهم إذا ضاقت بهم الأحوال أو نزلت بساحتهم النوازل فإنهم يوقنون بأن المفرج لها هو الله، هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأنه هو سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. وقد طبقت هذا المعنى السيدة آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، طبقت هذا المعنى وهذا الأمر عمليا لما واجهت كربا لا يطاق، لم تجد له من دون الله كاشفا أو مخلصا. وده لما آمنت عليها السلام بسيدنا موسى عليه السلام، فعذبها فرعون بالأوتاد الأربعة في يدها ورجليها، وألقاها في الشمس شديدة الحر، وهددها بالقتل، فتوجهت وهي في هذه الشدة الشديدة، توجهت إلى ربها موقنة بطلاقة قدرته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومعنى قول ستنا آسيا في دعائها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يعني أبدلني عن هذه الدنيا التي ضاقت بي بموطن آخر هو أفضل، يكون في جوارك في الجنة. فأسمى ما يطلب المؤمنون هو جوار الحق سبحانه وتعالى في جنة المأوى. ومعنى قولها في دعائها ونجني من فرعون، يعني مما يريده بي من الإيذاء والتعذيب بغير جرم، هي فقط آمنت بالحق وشهدت أنه لا إله إلا الله، بدأ يعذبها عذابا شديدا. ومعنى قولها في دعائها إنه نجني من فرعون ونجني من عمله كذلك، أي من الشرك والكفر بالله تعالى، لأنه كان بيقول أنا ربكم الأعلى، وكان كذلك لا يريد الناس تؤمن بما جاء به موسى عليه السلام. لذلك أكملت دعائها ستنا أسيا عليها السلام وقالت: ونجني من القوم الظالمين، يعني نجني من القوم الكافرين المشركين اللي ظلموا أنفسهم بوقوعهم في الشرك وتركهم التوحيد. ستنا آسيا عليها السلام لما كفرت بفرعون وآمنت بما جاء به موسى عليه السلام من عند ربه، أمر فرعون بصخرة كبيرة جدا وعظيمة تلقى عليها. فلما جاءوا بالصخرة ده طبعا بعد أن ربطها بالأوتاد، دق الأوتاد أشبه بالمسامير يدقونها في الأرض، ويربط إيديها الاثنين ورجليها كمان، وبعدين يطرحها في الشمس شديدة الحرارة، وأمر إن هم يلقوا عليها بصخرة عظيمة. ساعتها دعت ربها ضارعة وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فأبصرت عليها السلام بيتها في الجنة من درة بيضاء وقت ما دعت هذا الدعاء، وفاضت روحها فلم تجد ألما عليها السلام. وبكده يكون أجاب الله تعالى دعاءها وهي عاينت استجابة الله تعالى الآنية لدعائها وتضرعها. هي دعت ربنا ابن لي عندك بيتا في الجنة، فشاهدت بيتها في الجنة درة بيضاء، شاهدته قبل أن تفيض روحها، فلم تشعر بأي
ألم أو تعذيب، وفاضت روحها بعد أن رأت استجابة دعائها عليها السلام. سيدتنا آسية عليها السلام تعلمنا إن الإنسان عليه إنه يطلب من ربه الفرج عند اشتداد الأزمات، مش زي ما بنشوف من بعض الناس إنهم بيعتقدوا إنه يطلب المزيد مما هو فيه من ضيق لو كان ده يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. لا، السنن الطيبة، سنن الأنبياء والصالحين، إنه الإنسان في عند اشتداد الأزمات عليه أن يسأل الله تعالى أن يبدل عسره باليسر، لأنه مش عارف إذا كان هيقدر يبقى صامد في هذه الفتنة ولا مش هيقدر يصمد، فيسأل الله اللطف ويسأل الله العافية ويسأل الله الفرج ويسأل الله أن يبدل عسره باليسر وأن يبدل ضيقه بالفرج. وإن هو في الحالة دي اتعلمنا من دعاء ستنا آسية إن احنا نفوض الأمر لله سبحانه وتعالى إلى الخالق العظيم ونحسن الظن بالله، وإن المؤمن يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وألا ييأس من رحمة الله، وألا ييأس من روح الله تعالى، لأن رحمة ربنا سبحانه وتعالى لا ريب فيها واسعة، وفرج الله بلا شك قريب، فلنحسن الظن بمولانا العظيم. ولك إنك تتخيل صعوبة الموقف اللي مرت بيه هذه السيدة العظيمة آسية التي كملت مع من كملت من النساء كما ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا آسية اللي استحقت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون من أفضل نساء العالمين، وإنها مرت بصعوبة شديدة جدا، وإزاي إنها في هذه الحال الشديدة وفي هذا الضيق الشديد القاسي يبقى يقينها بالله حي، واحدة بتتعرض لكل هذا العذاب وتمر بكل هذا الضيق إلا أنها أيقنت وموقنة بمولاها جل شأنه، وأنها أحسنت الظن به جل وعلا، وطلبت منه بكمال الإخلاص إن يهيئ لها موطنا غير الذي ضاق بها. وإنها في هذا الكرب العظيم وفي هذا التعذيب الرهيب في اللحظات دي هي مشغولة بذكر الله تعالى، مشغولة بدعائه والتضرع إليه، تعلم بيقين قلب المؤمنة الصادقة المخلصة إنه لا ملجأ لها ولا نجاة مما هي فيه إلا باللجوء إلى ربها. كل ذلك في هذه اللحظات الحرجة وروحها خلاص على وشك أن تفيض. عليه السلام: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. الاستعاذة بالله والالتجاء إليه وطلب الخلاص من الله سبحانه وتعالى عند المحن والنوازل من سنن الأنبياء والمرسلين، من سنن الأنبياء وسنن المرسلين ومن تبعهم بإحسان من الصالحين إلى يوم الدين. وإن الإنسان عليه أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء في كل وقت وحين، وبالذات عند احتدام الأمور واشتداد الكروبات، فإن الله تعالى هو مفرج الكروب ومذهب الهموم. لذا اتجهت بقلب صادق مخلص سيدتنا آسية عليها السلام إلى ربها وقالت: ابن لي عندك بيتا في الجنة. وبيظهر كمان من سياق هذه الآية إن الإنسان اللي بنتعلمه من هذا المثل الذي ضربه الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات، إنه الإنسان المؤمن عليه إنه يبرئ الساحة بتاعته وينزه نفسه من اقتراف الآثام، وإنه لا يتأثر في ذلك بأي أحد ولو كان اللي بيعمل الآثام دي أقرب الأقربين للإنسان، ده زوجها، ولكن رأته على شرك وعلى إصرار على ظلم نفسه وعلى إصرار على أن يكفر بربه، فلما رأت ذلك تبرأت مما يصنع. مهما يكون اللي حواليا قرابة لكن يعصون الله، أنا بريء، مش بريء، بريء مما يصنعون،
بريء من معصية الله غير راضي عنها، وأتمسك بالحق الذي يرضاه الله رب العالمين، حتى ولو كنت أنا في تمسكي بهذا الحق وحيدا فريدا. فإن الله تعالى لن يغفل عن ذلك المؤمن المتمسك بالحق السائر على طريق الهدى، الذي يسأل الله تعالى الصراط المستقيم ويطبق ذلك في حياته العملية. سيكون المولى سبحانه وتعالى أنيسه وجليسه ونصيره جل جلال الله. ومما لاحظه أهل التفسير من أهل الذوق في دعاء ستنا آسيا الرائق، إن السيدة آسيا أشارت إلى إن الإنسان إذا أراد إنه يغير موطنه أو يتخير مكانا جديدا ومنزلا يعني جديدا ليسكن أو يعيش فيه أو يتخير مكانا، فإن عليه أن يتخير الجار قبل الدار، لأنها فتح عليها بهذا المعنى. فإنها عليها السلام قد قالت في دعائها ابني لي، ما قالتش ابني لي بيتا في الجنة، قالت ابني لي عندك، عندك بيتا في الجنة، فقدمت العندي على الجنة، مما يدل على أنها تطلب جوار الله أولا ثم بعد ذلك الجنة. هي مش مشغولة بالنعيم، هي مشغولة بأن تكون في جوار الله تعالى بهذه العندية التي سألت الله تعالى في دعائها. فمش مشغولة بنعيم الجنة قد ما هي مشغولة أن تكون في أعلى المقامات، لتكون في هذا القرب وفي هذا الأنس يوم القيامة. فسألت الله ابن لي عندك بيتا في الجنة. وكذلك المؤمن لازم يعرف إن جوار الله في الجنة هو أعلى ما فيها، وده في تأكيد على دائما إن الإنسان لما يسأل في دعائه شيئا أنه يطلب المعالي من الأمور. فهي سألت أعلى حاجة في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ومن توفيق الله تعالى لعباده المؤمنين والمؤمنات إن يوفقهم إلى سؤاله تعالى الجنة، إنك ما تنساش تدعي بإنك تكون من أهل الجنة، ومش أي جنة، تدعي كمان بجنة المأوى، الجنة اللي فيها القرب. لأن دخولك زحزحة الإنسان عن النيران وفوز الإنسان بالجنة بفضل الرحمن، ده هو الفوز المبين، لأن الله تعالى قال ذلك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا خبر، أتزحزح بس من على النار؟ ما أهوبهاش، أمشي، يتداركني الله بلطفه فأزحزح من النار وأدخل إلى الجنة، ده الفوز الحقيقي. وهذا غاية ما يرجو كل إنسان مؤمن، إنه يتحقق يوم الحساب إنه يزحزح من النار وإنه يكون من أهل الجنة. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصانا في رمضان من ضمن الأربع وصايا اللي قالنا عليهم، إن إحنا نوحد الله وإن إحنا نستغفر الله وإن إحنا نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الأربعة دول وصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام على الإنسان إنه ما ينساهمش طول العام، وهم آكد في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، أن نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار، عشان نكون من أهل التوفيق وإن إحنا نصل إلى دار السلامة بسلام بتيسير من الرحمن. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكرام وأمته أن يسألوا الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة، زي ما ستنا آسية كانت بتسأل الله أعلى مكان، ابن لي عندك بيتا في الجنة، مش ابن لي بيتا في الجنة، لا، هو ما يكونش أي بيت، ده هي سألت أعلى حاجة. والنبي كان بيعلم الصحابة والأمة إنهم لما يسألوا الله تعالى شيئا خاص بالجنة يسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة
وصام رمضان. خلي بالك هو ما كملش الأركان ليه؟ وذكر هنا الإيمان بالله ورسوله والصلاة والصيام. قال لك لأن الزكاة في هناك قادر عليها وهناك غير قادر عليها، والحج كذلك لمن استطاع إليه سبيلا، وأتى بنماذج التي يأتيها الناس جميعا. من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. يعني كان من أهل الجهاد من المقاتلين في سبيل الله أو جلس في أرضه ولم يكن من أهل الجهاد. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس، نخبر الناس ونعلمهم بهذا المعنى؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. شوف الضباط والجنود المقاتلين اللي بيحموا الحدود واللي بينافحوا عن أوطانهم، هؤلاء المجاهدين في سبيل الله. وشوف بقى اللي بينالوا مقام الشهادة في سبيل الله لأنهم على حق، شوف مقامتهم. الجنة دي اللي أعدت للمجاهدين في سبيل الله، يعني أصل الدرجات للمجاهدين في سبيل الله، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا سألتم الله، يعني إذا دعيتموه، إذا رجوت الله، إذا تضرعتم إليه بالدعاء، فإذا سألتم الله، إذا طلبتم من الله، إذا دعوتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة وأعلى الجنة. أوسط الجنة يعني الوسط، أو أوسط الجنة أعدل الجنة، وأوسط الجنة يعني الجنة اللي فيها اتساع، اللي أكثرها اتساعا، وأعلى الجنة اللي هي بتدي معنى الفوقية، اللي هي تحت فوقها عرش الرحمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. الأنهار الأربعة اللي ذكرت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الأنهار اللي من الماء الذي لم يتغير طعمه، والأنهار من الماء واللبن والخمر لذة للشاربين والعسل المصفى، الأنهار دي حتتفجر ينابعها من الفردوس الأعلى. ومنه يعني من الفردوس تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. صدقت يا سيدي يا رسول الله، واللهم نسألك الفردوس الأعلى، اللهم آمين أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكسر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. مرحبا بكل السادة المشاهدين، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع، وكل عام وحضرتكم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من المقبولين والمقبولات، اللهم أمين يا رب العالمين. ناخد من معنا، أستاذة عبير من فنزويلا، تفضلي فندم. أستاذة عبير، أستاذة عبير معانا؟ طيب ما ترجع لنا أستاذة عبير تاني. أستاذة منى معانا؟ أهلا بيك يا فندم. السلام
أهلا وسهلا، بس عللنا صوتك، الصوت مش واضح تسنيم، بس ممكن نوطي بس صوت التلفزيون، تسمعينا من سماعة التليفون بعد إذن حضرتك، نوطي التلفزيون هنضيع الوقت. طب ناخد الأسئلة. ها أستاذة عبير رجعت لنا من فنزويلا. أستاذة السلام عبير. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي عبير. أهلا وسهلا. أوكي. أنا لبناني بس أحاول أنا عايشة في فنزويلا ولا يوجد مسلمين أوروبي. مش لازم تحاولي تكلمي مصري، تكلمي باللي تقدري بيه وأنا مع حضرتك، اتفضلي. أيوه مع حضرتك، اتفضلي. بقت مع جيدة. اتفضلي بالسؤال. السؤال. اتفضلي بالسؤال. السؤال، هل أستطيع أن أعطي زكاة الفطر لغير مسلم؟ طب ليه؟ هو حضرتك قاعدة فين؟ هناك مفيش مسلمين معاكم؟ فنزويلا. مفيش مسلمين محتاجين؟ قريبا من هنا. تمام. في لبنان في، بس الآن ويسترن يونيون لا يصل اليوم، يصل تمام. بالفرق التوقيت. انت حواليكي ما فيش، لكن في بلدك في لبنان فيه، لكن اللي حواليكي في المكان اللي انت فيه مش موجود. ماشي يا استاذ عبير، شكرا. معانا استاذ ايمن. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك اهلا وسهلا، اتفضل يا اخي الفاضل. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب وبالف خير وصحه وسلام. ربنا يعزك يا فندم. لو سمحت يا فندم، وانا بالنسبه لزكاه الفطر، ايوه انا طلعتها من اسبوع فلوس. أيوة. تمام. وفي ناس تاني بتقول لك لا ده لازم تطلع طعمه وكده، يعني فايه راي حضرتك الكلام ده؟ اطلع تاني وانا يعني لا لا ما تطلعش تاني، وما قمت به قلنا ده على مذهب الاحناف اجازوا القيمه، وهنرد تاني برغم ان احنا ردينا على السؤال ده قبل كده. حاضر يا استاذ ايمن، تقبل الله، ما تطلعش حاجه تاني. معانا ماشي، انا شكرا. هنطلع للكتاب، وبعد الكتاب إن شاء الله نجتهد في إن احنا نلحق نرد على الأسئلة بإذن الله تعالى. كتاب قلوب عامرة، الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الاساس فعلا على طريقه التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرا، فبيبقى فيه بعض الاخطاء فبنصحح الاخطاء ونذكر بالقاعده. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، ما زلنا في تصحيح سورة الإنسان. بنذكر حضراتكم برواية التي نقرأ بها، وهي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. هنبتدي نصحح الآيات اللي عليها الدور، وإحنا خلاص يعني على وشك الانتهاء من تصحيح سورة الإنسان. يلا بينا يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 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 يلا يا لانا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون يحبون العاجلة ويذرون العاجلة هم اللي بيحبوا العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون و ويذرون وراءهم و و و مش و و ويذرون وراءهم 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 يوما ثقيلا يوما ثقيلا بصيلي يوما ثقيلا يوما ثقيلا يلا يا مريم نحن خلقناهم اللام بتاعتك يا مريم النهارده صعيبه نحن خلقناهم وشددنا أسرهم يعني القلقلة شوي وشدد وشددنا أسرهم مش أسرهم أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم 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 تبديلا وإذا شئنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أنت جميلة ما شاء الله عليك يا شيخ أنس كيفك يلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يوما مش يوما يوما ثاء أصل حرف الثاء المفتوح ثاء مش طاء فصوت الغنة بتاعة الإخفاء هنا هتبقى اي نعمه برضو زي الحرف اللي انا هخفي بسبب فيبقى يوما ثقيله ولا يوما ثقيله يوما ثقيله نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا الله يفتح عليك صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا
وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه عبير من فنزويلا بتسال انها في مكانها هناك مش لاقيه فقراء مسلمين وعايزه تطلع زكاه الفطر، وهي ما بعتتش لبلدها في لبنان، فهي تعمل ايه؟ هو الاصل عشان بس نبقى فاهمين الاصل وبعد كده نشوف ما ينبني عليه. الاصل في الزكاه الواجبه وزكاة الفطر برضو إنها بتصرف للمسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، والضمير هنا يعود إليهم إلى المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ده قول جمهور الفقهاء. أجاز السادة الأحناف صرفها لغير المسلمين من أهل الكتاب، طبعا من أهل الكتاب غير المحاربين اللي هم عايشين معانا في سلم وأمان. عند الأحناف يجوز إخراج زكاة الفطر لأهل الكتاب غير المحاربين، وإحنا يمكننا قد طاقتنا يعني وقد المتاح بالنسبة لحضرتك، أنا مش عارفة إيه ظروفك، إن إحنا نوفق ما بين الاتنين. إن الأصل إنها هتكون للمسلمين، فإن فاضت الزكاة يعني سواء الزكاة دي أو غيرها فاضت عن حاجة المسلمين أعطيت لغيرهم من أهل الكتاب من غير المحاربين. ويمكن إذا أنت في إيديك تنقلي زكاة الفطر لفقراء المسلمين في البلد بتاعة حضرتك، إذا ده متاح فبها ونعمة، وإن لم يكن فتقدري حضرتك تطلعيها لأهل الكتاب معك هناك في البلد المقيمة أنت فيها. بالنسبة للأستاذ أيمن، زكاة الفطر طلعها فلوس من كام يوم وبعدين سمع إنها ما تنفعش فلوس، مشكلة كل سنة، وده الأدلة كتيرة جدا على جواز إخراج زكاة الفطر من غير إنها ما تكون بالقيمة، في أدلة كتيرة جدا يضيق المقام، لكن في يوم إن شاء الله نفصل حتى ولو كان بعد العيد. زكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا أساسها طهرة للصائم من اللغو والرفث، الكلام اللي قاله مش مظبوط، خدش صيامه بكلام ما يصحش، عمل مواقف ما تصحش، طهرة للصائم وطعمة للفقراء وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، نحن نكف الفقير عن إنه يلف في يوم العيد والبهجة بعد إتمام العبادة والفرحة بيها، إنه يدور على البيوت يسأل الطعام أو الشراب أو الكساء أو أي شيء. وقلنا قبل كده يجوز بناء على الأدلة الشرعية إخراج زكاة الفطر من أول يوم رمضان، معانا هذا الأمر، إلى قبيل العيد أو حتى مغرب يوم العيد على ما هو مفتى به. والمفتى في ديارنا جواز إخراجها بالقيمة بناء على مذهب الأحناف، مذهب من ضمن الأربع مذاهب الكبرى للمسلمين. وقلنا قبل كده الإمام أبو حنيفة يعني له باع كبير في مسائل المعاملات وبالذات النواحي المالية لكونه تاجرا فقيها، فبتطور الزمن وهو يعلم أنه ما ينفع الفقير في زمن النبوة قد لا ينفعه في الأزمان التالية، فأفتى بما فيه سعة للناس. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ نفس القصة إلى اليمن، وبقى كان هناك أصناف وأبدلها بأصناف أخرى ما فيش مشكلة. حتى في زكاة الإبل والبقر والغنم مش بتبقى من ذاتها، عندنا أدلة كتير على ذلك، ما نقعدش نمسك في حاجة وبعدين نقول يا ريت مثلا أقول أنا بقتنع برأي الجمهور وأخالف الأحناف، لا، ده بيشككوا الناس حينما يقلدون مذهب الأحناف، ويشككوا في الناس حين تقليدهم لما هو مفتى به والفتوى اختيارها قائم على مذهب الأحناف. إن القيمة المالية لأنها في زماننا أنفع للفقير، حد الناس النهاردة حب وقمح وزبيب، حد للناس كده
انت لو رحت الفقير كده دلوقتي مش هيقبل منك. احنا بنقول المفتى بالمقدار 5 كما هو مفتى ب 35 جنيه كحد ادنى. والله انا عايزه اطلع عن الفرد 1000 جنيه، ان شاء الله 100000 جنيه براحتك كما تشاء، لكن ده الحد الادنى، هذا هو الحد الادنى. يجوز اخراج القيمه في زكاة الفطر كما أفتى بذلك السادة الأحناف، ولهم أدلة عظيمة وقوية في هذا الباب، وحلت إشكاليات كبيرة جدا. لأنه ما يحتاجه الفقير في زماننا النهاردة، ممكن واحد يكون محتاج دواء، واحد محتاج كساء، واحد محتاج إيجار أي شيء. فهذا الذي هذا الاختيار الفقهي فيه نظر لواقع حياة الناس. للأسف بيصمم هؤلاء القليل الخبرة في العلم، ما عندهمش علم بل جهلة، إنه يصمم على رأي ويستنكر لباقي الآراء. في عندك في المسألة أكتر من رأي، لماذا تحجر على الناس برأي واحد ونعسف على الناس وتشكك الناس فيما يصنعون وما يقومون به؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا ندعوك بأن لك الحمد، بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأساتذتنا وجميع من له حق وفضل علينا، وجميع رقاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أعتق جميعنا من النار، أعتق جميعنا من النيران، أعتق جميعنا من النيران، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، وشفع فينا نبينا المختار. اللهم شفع فينا نبينا المختار، اللهم شفع فينا نبينا المختار برحمتك وكرمك وعفوك، يا عفو يا غفار، يا عفو يا غفار، يا عفو يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين، نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.